إذن مشاهدينا، من مدينة سور جنوب لبنان، نائبة المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان كاني سارديل، أهلا وسهلا بك سيدة كاني. معنا في 19 كنتم تنفذون أكثر من 400 مهمة أو دورية يوميا في جنوب لبنان قبل بداية الحرب، ولكن مع الاشتباكات تقلصت هذه المهمة. هل لك أن ترصدي لنا ما الذي تقومون به الآن تحديدا في ظل الظروف القائمة؟ إن مهامنا في حقيقة الأمر لم يتم تقليلها، فقد قمنا بتنفيذ أكثر من 450 يوم نشاطا ذات طبيعة مختلفة بالتنسيق مع القوات اللبنانية. إن عملنا كقوات حفظ سلم قد أعطانا الكثير من القدرة للتواصل في ولنكون ضالعين في الأحداث التي تعيشها لبنان، ونقوم الآن بمضاعفة جهودنا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وكل ما يقتضيه. مضاعفة الجهود بأي آلية سيدة كنيس؟ ما الذي تقومون به غير توثيق الانتهاكات؟ Yes, of course. We're monitoring the. بكل تأكيد إننا نراقب الانتهاكات التي تحدث بصورة يومية، ونقوم بنشر دوريات والعمل مع القوات العسكرية اللبنانية. ومن أحد أهم الأشياء التي تقوم بها قوات حفظ السلم بأننا نحن نعمل كوسيطا بين الطرفين للقرار 1701، أي بمعنى بين حكومة إسرائيل ولبنان، والتحدث مع الطرفين العسكريين من أجل تخفيف التصعيد والتوتر والحد منه الذي نراه على الأرض. لدينا مجموعة من الأنشطة التي نحن ما زلنا مرنا بفعلها، وقد قمنا بمضاعفة جهودنا للتعاطي مع الأوضاع التي تحدث في الفترة الحالية. وكذلك تتولى مهمة حفظ السلام بعض الأنشطة التي تدعم المجتمعات، لأننا نعلم المجتمعات في جنوب لبنان تواجه أوقات عصيبة منذ تبادل عمليات إطلاق النار، ومهمة حفظ السلام هي جزء من المجتمع وكانت تعمل منذ عقود من الزمن، وما زلنا مستمرون بدعم المجتمعات من خلال التبرعات والأنشطة وتقديم الدعم الذي يمكننا من خلاله مساعدة المجتمعات. طيب، هل تلقيتم تجاوبا مع هذه المساعي من المجتمع الدولي؟ لقيتم أذان صاغية؟ بكل وضوح أن الأسرة الدولية تشعر بالقلق من هذا الوضع كما هو الحال بالنسبة لنا، ورأينا أن الجهات المؤثرة الدولية تعير اهتماما لهذه الأوضاع، والبعض يعمل على اجتراح الحلول، ونشجع هذا الأمر. فقد كنا نهيب منذ 8 أكتوبر إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لهذه الأوضاع التي قد تكون حلولا طويلة الأمد، ورأينا بعض الدول المختلفة وبعض المفاوضين المختلفين الذين يعملون على هذا الأمر، ونشعر بالتشجيع لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنهي الصراع. طيب سيدة كانيس، ماذا عن طرفي الصراع من خلال تواصلكم سواء مع حزب الله أو حتى مع الجانب الإسرائيلي؟ ما الأجوبة التي تتلقونها؟ ومن خلال الانتهاكات التي تم رصدها من قبلكم، من برأيكم يتخطى الحدود أكثر في التصعيد؟ We don't communicate directly with Hezbollah. لا نتواصل بصورة مباشرة مع حزب الله. إن الجهات التي تعمل كوسطاء وفقا لقرار مجلس الأمن 1701، ونقوم بتواصل مع الحكومة والجيش. إننا على تواصل لصيق معهم وكافة الأطراف المعنية بهذا القرار، وقد عبرت كل من الدولتين لبنان وإسرائيل دعمهما لهذا القرار، ويرون بأن هذا القرار يمثل إطارا من أجل التوصل لفض هذا النزاع. كل من الطرفين ملتزمين، وهذه قد تكون إشارة إيجابية بأننا نستطيع أن نجد حلولا دبلوماسية سياسية تكون مستدامة. ما من أحد قد يائس من هذا الحل، وما زلنا نعمل على تنفيذها على الأرض. نرى أنه هو الطريق نحو الأمام كما قال الأمين عام الأمم المتحدة اليوم. طيب، هناك معلومات ومصادر للحدث أفادت بأن اليونيفيل تقوم بتحصينات لمواقعها. ما الهدف من هذه التحصينات؟ هل هي خطوات احترازية أم هي استباقية لشعوركم أو لوجود معلومات لديكم ربما بإمكانية التصعيد أو انزلاق الأمور؟
Not at all. Obviously, we. كلا على الإطلاق. بكل تأكيد فإننا نأخذ سلامة قوات حفظ السلم بصورة جدية، ودائما لدينا بعض الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها المحافظة على سلامتهم، وقوموا بإجراء تلك التحصينات لمرافقنا كما تقضي الحاجة، وخاصة في ظل تبادل عملية إطلاق النار منذ 8 أكتوبر في جنوب لبنان، وكان هناك بعض القواعد التي تلقت إلى ضربات، لذا نقوم باتخاذ الخطوات لحماية هؤلاء طواقم حفظ السلم، لأنه إذا لم يكن ذلك لن يكون بمقدورهم العمل على التنسيق وإجراء الدوريات وتحقيق الاستقرار الذي يؤمل من خلاله للوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي. يعني في بداية هذه الحرب أصيب بعض من عناصركم، قدر عددهم ذلك الوقت بثلاثة أو أربعة، ماذا عن الآن؟ هل لازالت قواتكم أو عناصركم تتعرض لأضرار أو مضايقات؟ إن قوات حفظ السلم لا يتم استهدافها، لكنهم يعيشون في عين الخطر، وخاصة عندما يتم تبادل إطلاق النار، وقد تم بالفعل إصابة مجموعة منهم لكنها لم تكن إصابة خطيرة، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد ونشعر بالقلق إزاء سلامتهم. طيب، هل هناك نية لديكم بمضاعفة العناصر العسكريين؟ يعني هناك ربما إجراءات أخرى جديدة فيما يخص اليونيفل في الأيام المقبلة؟ لقد حصلنا على التفويض من مجلس الأمن، وفي حقيقة الأمر قرار مجلس الأمن يقضي بأنه يمكن زيادة عديد قوات حفظ السلم وفقا لما يقضيه مجلس الأمن والأسرة الدولية، ولكن الآن نحن مستمرون في تنفيذ سلطاتنا، ولدينا الطواقم الكافية التي سوف تفي بالعمل المطلوب، وسوف نستمر في العمل ونحض الأطراف على الالتزام بالقرار 1701 للخروج من هذا الصراع. سيدة كانيس، يعني بعد هذه الاشتباكات وبعد المهمة التي تقومون بها برصد الانتهاكات وما إلى ذلك وإصابة أيضا بعض من عناصركم، هل أقدمت أي دولة ربما على سحب بعض من عناصرها من اليونيفل، أم أن الأمر لم يتغير ولم يتأثر؟ نعمل على ضمان الاستقرار ولدينا قوة حفظ السلم من 50 دولة، وهذا يظهر التزاما دوليا ومن الأسرة الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. لدينا 50 دولة أرسلوا طواقمهم من أجل تحقيق السلم في جنوب لبنان. هل أنتم على اطلاع على أي مبادرة يعمل عليها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين في لبنان من خلال جولاته المتكررة؟ نعم، أننا على دراية بأنه خلال زيارته قام بالتفاوض، لكننا كقوات حفظ السلم لسنا معنيين، ونأمل بأن يتم التوصل إلى قرار ناجح سواء من قبل الأسرة الدولية أو من خلال أي طريقة أخرى عبر طريق هوكشتاين، لأن دورنا يركز على تأمين الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. نعم، من بين المهام أيضا التي أوليتم بها كيونيفل هي يعني دعم المجتمعات المحلية بإرساء السلام إن تعثر هذا السلام، وبالتالي هذا الدعم كيف تجسد تحديدا في جنوب لبنان؟ هناك قرى مدمرة، هناك عائلات نزحت. إننا نركز على تحقيق الأمن والاستقرار، لأن هذه هي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها مساعدة الأشخاص الذين لسوء الطالع اضطروا أن يغادروا قراهم ومدنهم، وسوف نستمر في أداء عملنا وتنفيذ تفويضنا، وإذا ما كان بمقدورنا للعودة لحالة الاستقرار يمكن للناس أن يعودوا لحياتهم، وأننا متفائلون بأن هذا قد يحدث، ونعتقد أن الحلول الدبلوماسية والسياسية ممكنة، لكن علينا أن نخرج من هذا المنزلق وأن نصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة الناس إلى بيوتهم. هل تقومون بعمليات مسح وتقييم للخسائر الحاصلة؟
إن قوات حفظ السلم موجودين على الأرض، رأينا بعض الأضرار، لكنه ليس من عملنا أن نقوم بإجراء مسوحات على الأضرار، لكن كان هناك أضرار كبيرة على الطرفين، وهذا أمر مثار قلق بالنسبة لنا. رأينا حتى اللحظة دمارا كبيرا، وأشخاص كثر كانوا قد اضطروا للفرار من ديارهم بسبب هذا الصراع، وهذا أمر مثار قلقا. لذا من الضرورة أن نلتزم بالتواصل للحل سياسي ودبلوماسي ينهي هذا الصراع. طيب، تحدثت منذ قليل بأن التواصل يتم مع حكومة تصريف الأعمال ومع الجيش اللبناني في ما يخص ما يجري تحديدا الآن في الجنوب وحول مهمتكم وربما تحركاتكم. ما الذي تسمعونه من الجيش اللبناني أو الحكومة عندما تنون ربما مضاعفة الدوريات فيما يخص مهمتكم هناك؟ إننا لا نقوم بمضاعفة دورياتنا، لكننا نضمن باتخاذ كافة الخطوات المطلوبة من أجل الوفاء بتفويضنا، وقد ركزنا أنشطتنا وكذلك دورياتنا بحيث تكون على عبر الخطوط التي يتم من خلالها إطلاق الصواريخ، ونعمل بصورة لصيقة مع القوات المسلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وننسق كل شيء مع القوات اللبنانية، وحتى أن بعض الجنود اللبنانيين يرافقون بنسبة 20% في كل دوريات. الحكومة على دراية بكل ما نقوم به، ونقوم بتأمين الدعم في جنوب لبنان من أجل التوصل إلى الأمن والاستقرار هنا. أشكرك جزيل الشكر من مدينة سور جنوب لبنان، نائبة المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان كانس أرديل، شكرا جزيلا لك.